السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعيني مرة أخرى، كديري لبس عليكم صحيحة لاباس، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. مرحبا بكم في قناة هاني أم يحيى من جديد. اليوم البنات كنقترح لكم واحد المخمرات اللي غزالين غزالين، تيجيو تيشهيو بطريقه خاصه، ميديدات ديال خالتي الحبيبه الله يخليها ليا، هي اللي صايباتهم. مسكينه فرحات بيا، قلت لها علاش لا، هي كتبغى تصايبهم لينا، قلت لها علاش لا ما نقدموش للقناه ديالي، وافقت قالت لي لي مالا. وان شاء الله كنتمنى تعجبكم الطريقه ديالها، هذه طريقتها الخاصه ديالها، وصراحه تيجيو زويونين وهشاش، ومزمان حنا تناكلو ميديدات ديالها، وهاد المره ان شاء الله غادي تشوفوهم كاملين معايا. وما كرهتش عطوني تعليقاتكم، وتيجيو هشاش وزوينين وما تهزوش الزيت البنات. نتمنى تعجبوكم يعجبوكم، وكملوا معايا لا فيديو حتى النهايه، وما تنساونيش بالتعليقات ديالكم. نخليكم مع لا فيديو على بركه الله. بالنسبه للمقادير البنات، غادي نحتاجوا هنايا كيلو ديال الدقيق الابيض، وكذلك نص كيلو ديال الفينو او الدقيق الاصفر، كذلك نحتاجوا هنايا درهم ديال الخميره او جوج معالق كبار ديال الخميره، كذلك نحتاجوا معلقه كبيره ديال الملحه، والزبده على حسب الخليط اللي غنخلطوه مع الزيت ديالنا زيت المائده، ونحتاجوا الماء دافي باش نخلطوا العجين ديالنا على بركه الله. نبداو البنات نخلطوا المقادير اللي عندنا. غادي نوضعوا الدقيق الابيض، كذلك غادي نضيفوا الفينو، بزاف الناس كيقولوا الفينو او لا سبيسيال او لا الدقيق الاصفر معروف. غادي نخلي البنات شويه هنايا، غادي نحتاجوا ان شاء الله من من بغيو نقرصوا الرغيفات ديالنا غنحتاجوا هاد السميده. صافي، غادي نضيفوا كذلك الخميره، وغادي نضيفوا الملح حتى هو. صافي، وغادي نخلطوا، غادي نعجنوا بطريقه عاديه، الجميع تيعرف الطريقه، ونخلطوا مزيان. ما قادر ندلكوا العجينه مزيان البنات، كتبغي تدليك مزيان ملاوي مخمرات ضروري خص تدليك، وان شاء الله من بعد غنوريكم من نجمعوا العجين، غنوريكم ان شاء الله التتمه. كما تلاحظوا معايا البنات، من بعد ما ساليت العجينه ديالي صايبت منها كويرات، كنحطهم بهذه الطريقه هذه، نيت كيبقاو يترخفوا باش يجوني ساهلين للتكراس. صافي، غادي نكمل بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه للبنات، بالنسبه للزيت والزبده اللي قلت لكم قبيله، غنخلطهم بهذه الطريقه هذه كما تشوفوا معايا. غادي نمزجهم مزيان في زليفه، غادي نحتاجهم ملي نكون كنقرص الملاوي ديالي اولا مخمرات. بهذه الطريقه هذه غادي تتابعوا معايا التفاصيل وغادي تفهموا. بالنسبه للمبتدئين، حيت الحمد لله الاغلبيه ديال النساء تيعرفوا يصايبوا، اي مبتدئين غادي يشوفوا التفاصيل الطريقه بطريقه مفصله كما تنقولوا. تابعوا معايا ان شاء الله، ونتمنى يكون الفيديو واضح. تنطويوها بهذا الشكل هذا على شكل مربع، وكل طويه كنضيفوا الزبده والزيت اللي عندنا مخلطين، وكذلك الدقيق الاصفر. صافي، وتنقرصوا عادي. وكما تلاحظوا البنات، العجينه باينه مدلوكه مزيان، مديده خالتي. صافي، وغادي ديجا نكونوا فرشنا واحد البلاستيك على الطابله، وغادي نحطوا عليها المخمرات ديالنا بهذا الشكل هذا، وغنكملوا بنفس الطريقه. ممكن كذلك تلويو بهذه الطريقه هذه، لما بغيتوش تصيبوا مخمرات مربعين ممكن تلوهم بهذه الطريقه هذه، حتى هي كيصاوبوها بزاف الناس. الطريقه اللي جاتكم سهله ومريحه غادي تستعملوها. حنا غنصيبوهم دائريين، وغنصيبوهم على شكل مربعات، وشكل اللي يعجبكم ممكن ديروه. صافي، غنطلقوها نحطوها تطلق مع العجينه الاخرى. ومن بعد البنات كما تلاحظوا، من بعد ما كملت المخمرات ديالي، غنخليهم على هذا الشكل هذا، وغادي نغطيو بمنديل باش يخمروا. أه
البنات من بعد كما تلاحظوا معايا خالتي ما تديرهمش في الطاجين ديال الحرشه اللي تنطيبوا فيه الحرشه، لا هي كتقليهم بالزيت في المقله عادي بحال هذا الشكل هذا، وهذه طريقتها كيجيو بحال السفنجه البنات اللي تتموت على السفنج بحال هكاك تيجيو. حنا انا الطريقه ديالي كندير معتاده كنطيب في الطاجين ديال الحرشه، اما خالتي كتقليهم وهذا هو السر ديالها وما تيشربوش الزيت، يعني تيجيو زوينين بزاف. غادي تشوفوا معايا النهايه ان شاء الله وكنتمنى تعجبكم. هنا البنات كما تلاحظوا معايا خالتي من بعد ما تيطيبوا تدهنهم بالزبده، اللي بغيتوا الزبده بلديه او لا كوفيتير او نتوما اختياركم، انا كنوريكم دابا الطريقه ديالها. كدهنهم بهذا الشكل هذا بالزبده وكتخليهم في طبق التقديم. هذه هي النتيجه النهائيه البنات، وصراحه ما نقول لكمش جاو زوينين بزاف، وغادي تجربوهم وغادي تردوا عليا ان شاء الله. بالنسبه لكم البنات اللي ما بغاوش يقليهم في الزيت، راه قلت لكم ممكن دهنوهم وديرهم في الفران، ممكن تقليهم في الطاجين ديال الحرشه بالطريقه اللي بغيتوا يعني. المهم حنا قدمنا لكم فكره وممكن نتوما تنوعوا. كما تلاحظوا جاو غزالين وجاو هشاش هشاش كما تلاحظوا معايا انا تنوريكم، وما شاربينش الزيت لاحظتوا البنات، حيت كاين بزاف اللي يخافوا من القضيه ديال الزيت، وجاو زوينين بزاف. الله يعطي الصحه لخالتي والله يعطيكم الصحه، وشكرا حتى نتوما اللي تبعتوا معايا لا فيديو حتى النهايه. نتمنى ان شاء الله تكونوا دائما متابعين ليا ومخلصين، وشكرا مره اخرى وحده بوحده كما وعدتكم غادي نجيب لكم فيديوهات جداد ان شاء الله على قناه هاني ام يحيى. شكرا والى اللقاء.